طيب. انا في ماتش السويس 22 من 24 لو انت فاكر. استاذنك معايا الاستاذ فهيم ناتوري الصحفي بالهداف الجزائريه. استاذ فهيم اهلا بيك. مرحبا بك كابتن عبد الحميد نجم الاهلي وقناه الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب. معايا كابتن عمرو حديدي نجم الاهلي السابق. كل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب الجزائري بخير ودايما طيبين. الحمد لله بخير والمصر بخير. يعني استاذك طمني طبعا على اهلي بعريج وقول لي اخبار الكره الجزائريه والاستراتيجيه العامه اللي حاططها الاتحاد الجزائري كمان لتطوير الكره الجزائريه لو عند حضرتك اي اخبار جديده. يعني قبل البدايه اريد ان اترحم على احد افضل لاعبي الجزائر من جيل السبعينات ولاعب شباب الوداد احسن ظلماس الذي توفت المانيه صبيحه اليوم. اما عن اخبار البقاء والدوام لله. فكما تعرفون هذا الموسم الى القسم الممتاز بعد احتفال المركز الثاني في بطوله القسم الثاني. بالاضافه الى ان استاذنك تعلي الصوت شويه يا استاذ فهيم لو ينفع. كيف؟ استاذنك تعلي صوت حضرتك شويه. اتفضل. استاذ فهيم معانا ولا الخط قطع يا جماعه؟ طيب يلا الخط قطع.